عندي انجلش تيتشر مرام الهدار، انا معلمة الانجليزي مرام. للاسف مسرح نكمل دراستنا عن بعد، بس هذا الاشي يعني لا يعني انه احنا يعني لازم نخفف حدة نشاطنا او ما نحل واجباتنا او whatever. اوكي لازم تصيروا تبعثوا لي الواجبات ونضل على نفس التفاعل ان شاء الله، وتضلوا تتابعوني على المنصة باذن الله. كل يوم راح انزل حصة تقوية ان شاء الله في وقت معين، وراح انزل الحصص العادية كل يوم كل حصة بحصتها ان شاء الله. لازم تتابعوني اوكي عشان تضلوا انتوا متذكرين، واحنا ان شاء الله كمان نقدر نوصل لكم المعلومة. تمام اوكي let's start. اليوم ان شاء الله لنا حصة تقوية بالحروف. اوكي بدي اقربها شوي عشان تشوفوا احسن. اوكي نعم راح نبلش ان شاء الله بمجموعه من الحروف لليوم والفونكس تبعها اوكي يعني الصوتيات او how we pronounce the letter، كيف احنا بنلفظ الحرف. تمام نبلش بحرف ال A. A. What is this? A. What is this? A. 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 A capital letter. E small letter. A. 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 على شكل الإير زي الهرم. شكل الإير زي المثلث كمان. Okay. وخط صغير بالنص. راح يكون لنا حرف الـ A من السطر الأول للثالث، الكابيتال لتر من السطر الأول للثالث. A A A A A Apple A Apple A Apple A A A Ant A Ant A Ant A Cat A Cat. الـ A هون إجت بوسط الكلمة، إجت بشو؟ بوسط الكلمة. A cat A art A apple A A A. شوف كيف أنا بحكيها A A A. أوكي بس هلا بدي أطلب منكم شغلة صغيرة، إنه يكون معكم دفتر صغير هلا. أوكي لازم يكون معكم دفتر إنجليش صغير أو دفتركم اللي دائما كنا نكتب عليه. اوكي دفتركم المعتاد مس اوبنت افتحوا لي افتحوا اوبن اوكي يور نوت بوك دفتركم. اوكي اكتبوا معي بس اكتبوا معي حتى تضلوا وقت متذكرين كل اشي انا بحكي. تمام I love you let's continue. خلينا نكمل. A A A A Apple A Apple A Ant A Ant A Ant. والآ بوسط الكلمة مثل كلمة ك كات ك كات أ أ أ أ. Okay let's move to okay letter two. Letter two what ب ب ب ب حرف ال B ب B ب B ب B ب we pronounce it. Ba 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 beard ba beard ba beard. What is this? It is a beard. What is this? It is a beard. Yes. Ba ba beard ba beard. Okay. كيف نكتب حرف الب أو البي؟ كيف نكتب حرف البي؟ اوكي عصاية طويلة من السطر الاول للثالث خط مستقيم، ونعمل لها بطون كمان بطون. ليش؟ لان هي ماكله كثير وشبعانه، هي ماكله مرتين اول مره. اوكي طلع لها بطن، طلع لها كمان بطن لان هي كثير شبعانه. اوكي سو با با بي با بي با بيرد بي با بيرد بي با بوت بي با boat بيبا boat. what do you mean by boat؟ boat اللي هو القارب. okay القارب اللي بيكون بالماء بالبحر.
اوكي نركبه بالعقبه واتر اي مكان. اوكي بي بوت بي بوت. اوكي سو هلا لغايه اليوم لغايه هلا اخذنا اي ا. ريبيت وذ مي ريبيت وذ مي عيدوا معي اي ا. ات ات ابل ابل. بي ب بي ب. بيرد بيرد. بوت بوت. اوكي ليتس موف تو انذر لتر. خلينا نروح لحرف اخر اللي هو حرف السي. حرف السي سي كتير حلو وسهل. انا شيء كتير سهل يعني. اوكي سي سي ك سي ك سي ك سي ك سي ك ك ك سي ك. كات كات مثل حرف شو مثل كلمة شو. كات. كار كار. كار means سيارة. كار سيارة. اوكي هلا شوف حرف الكاء احنا كيف نكتب حرف الكاء يا بس or c we pronounce it ك ك ك. من السطر الاول للثالث تبع اوكي نصف دائرة. نصف دائرة حرف السي هو عبارة عن نصف دائرة من السطر الاول للثالث تمام. ومن الفضاء ك ك. اوكي repeat with me ك سي ك سي ك. كات كات. كار كار كار. شوفوا كيف مكتوب كلمة كات ك ا ك ك ات. كات كات. Okay, let's move to the last letter for this day. خلينا نروح لآخر حرف هذا اليوم تمام اللي هو حرف الدي. حرف الدي هلا هذا هو حرف الدي اللي هو شو اللي له قطوة واحد كبير. اوكي ماكل متغدي وماكل شيبس وبسكوت وماكل كل شيء وطالع مقطوع كتير كبير تمام. دا دي دا دي دا دي دا. سوري دي دا دي كابيتال. اوكي دي سمول دي كابيتال دي سمول. دي دا دي دا. دوغ دوغ. what is this dog. Start with D. نبلش بحرف D. D. Duck. D. Duck. Door. Door. D. Door. D. Door. D. Dot. D. Dot. Dot. تبلش بحرف D وتنتهي بحرف D. D. Dot. D dot. D door. D door. D dot. D dot. Door dot. Okay. So our alphabets for this day. حروفنا لهذا اليوم. A A A A. B B. B ba C ka C ka. D da D da. على حرف التي كيف نكتبه بس من السطر الأول للثالث زائد طول كبير له. أوكي من السطر الأول للثالث زائد طول كبير له اسمه لتر يكون. أوكي دائرة صغيرة أو مطول صغير بين السطر الثاني والثالث معها ايش خط مستقيم او عصاير. اوكي معكوفة يعني تمام دائرة
صغيرة زائد عصاية. Okay, let's D sound or D letter. D down. Okay. Let's move to another question or another thing. أنا هنتكلم شغلة تانية تماما اللي هي لو حد سألك What's your name? How old are you? كيف ممكن تجاوب؟ Okay, كيف ممكن تجاوب؟ Okay, What's your name? ما اسمك؟ What's your name? ما اسمك؟ Okay, What's your name? ما اسمك؟ Okay, شو ممكن نجاوب؟ Okay, شو ممكن نحكي؟ My name is. اسمي. هلا هيك انت رح تجاوب. My name is. Okay. أحمد. سارة. Okay. يزن. حلا. Whatever. شو ما كان اسمك. Okay. بس كيف ممكن نجاوب على سؤال What's your name? My name is. اكتب لي اسمك هون بالفراغ. يلا اشوف مس. لساتكم فاتحين دفتر التقوية اشوف. الكل يضل فاتح دفتر التقوية اللي هو دفتر الحروف اللي قبل شوي. اكتب لي my name is. اكتب لي اسمك اشوف. يلا اشوف مس. اكتبوا لي اسماءكم هون. Write your name here. Come on. Yes. هلا لو حد سألك What's your name? جوابه My name is. طيب لو حد سألك How old are you? كم عمرك? How old are you? كم عمرك? Write or your notebook. Okay, اكتب اليوم بالnotebook تاعك. I'm seven years old. عمري 7 سنين. How old are you? I'm 7 years old. إن شاء الله العمر كله يا أول. Okay, I'm 7 years old. How old are you? كم عمرك؟ I'm 7 years old. Okay, write it on your notebook, please. اكتبوها على دفاتركم. Okay, بس لو كتبتوا الإجابة My name is. Okay, I'm 7 years old. هذا الجواب. How old? كم عمرك؟ How old? لكن what's your name? Okay, جوابه my name is blah blah blah. Write your name. Okay, write your name. Done? Okay, done.